أهلا وسهلا بحضراتكم، عاملين إيه؟ كله تمام؟ كله كويس؟ طيب، أنا من الناس اللي بتبقى يعني ما أقدرش أقول لك ببقى سعيد لما يحصل تغيير في الحكومة، لكن ببقى سعيد لما أشوف إنه هيتعمل تشكيل حكومي جديد، بمعنى ضخ دماء جديدة داخل منظومة الحكم في مصر، وتحديدا جوه الحكومة، جوه مجلس الوزراء، الجهاز التنفيذي. ضخ دماء جديدة يعني أفكار جديدة، يعني قدرات جديدة، يعني نشاط جديد، يعني طاقات جديدة إلى آخره، وده مهم جدا زي ما حضراتكم طبعا أكيد عارفين ومتابعين، ولعله هو الخبر الأبرز من صبيحة هذا اليوم. حتى كنت ببص على الموست تريندنج على جوجل، أو الأكثر تداولا وقراءة على جوجل، فلقيت طبعا جوجل بالنسبة للريجن بتاعنا تحديدا في مصر يعني، فطبعا هو مسألة تشكيل الحكومة. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي تقدم باستقالته، أو تقدم باستقالة الحكومة مجتمعة، إلا أنه فخامة رئيس الجمهورية أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة. ولكن، وأهم حاجة ولكن دي، في مجموعة من المحددات، أو قل أنها مجموعة من التوصيات قالها فخامة الرئيس. أولا التوسع في مسألة وجود نواب للوزراء، وأنت تعلم أنه النائب نائب الوزير غير المعاون غير المساعد غير الوكيل، نائب الوزير يمتلك نفس الصلاحيات، وده شيء مهم. الحاجة التانية هي أنه تبقى حكومة مبنية على الكفاءات. هل الحكومة اللي فاتت ما كانتش مبنية على الكفاءات؟ بالتأكيد مبنية على الكفاءات، بس احنا بنتكلم على حكومة يا جماعة شالت حمل شديد الثقل، شديد الثقل. احنا بنتكلم على انه الحكومة بتاعت الدكتور مصطفى مدبولي دي مرت باكبر ازمتين شافهم العالم، مش شافتهم مصر، مش شافهم المنطقة العربية او اقليم الشرق الاوسط، لا، دول اكبر ازمتين شافهم العالم، ازمة الكورونا، في ازمة الحرب الروسية الاوكرانية، بل ازيدك كمان من الشعر بيت، بل والصراع اللي حاصل حاليا في منطقة الشرق الاوسط، الا وهو القضية الفلسطينية، هذه القضية المركزية من يوم 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظة. هذه الحكومة الحقيقة شايفة او عاصرت وتدير البلاد في ظل ما يحدث على سبيل المثال في السودان. فانت عندك السودان وعندك فلسطين، هقول لك ليبيا هديت حبتين عن زمان، لكن عندك السودان وعندك فلسطين، وكان عندك الكورونا، وكان عندك الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالمناسبة لا زالت الحرب قائمة بين روسيا وأوكرانيا حتى هذه اللحظة. هناك بعض الأزمات الدولية اللي ممكن يبقى صداها أخف شوية، المتعلقة ما بين الشد والجزم ما بين الصين وما بين تايوان من جهة أخرى، وهكذا. حكومة الحقيقة تحس أنها كانت ماشية على حد السيف. حكومة قدرت في ظل كل هذه التحديات أنها تحول دون انهيار الاقتصاد المصري، بل وأنا أؤكد على أنه بل، أن هذه الحكومة الحقيقة استمرت في تحقيق نمو اقتصادي. تتفق تختلف مع الحكومة؟ حقك 100% حقك. قد يكون ليك ملاحظات على الحكومة؟ حقك. قد يكون ليك نقد شديد للحكومة؟ حقك، محدش يقدر يقول لك ده مش من حقك، حقك جدا، مفيش أي خلاف. لكن الحكومة دي في ظل أزمة الكورونا اللي أدت إلى ما يطلق عليه مثلا اللوك داون، العالم قفل، عارف كده المحل لما ننزل الباب ونقفله، المحل قفل، العالم الاقتصاد الدولي قفل. أنا مش عارف إيه حبهم في إن هم يفتحوا على البتاعة دي في ودني دون سبب، ده بجد يعني. طيب ماشي، حبايبي اصحابي زمايلي اخواتي، المهم يعني المحل قفل، الاقتصاد الدولي قفل لو تتذكر. ده كان كفيل بانهيار اقتصادات، كفيل بتراجع معدلات نمو لاقتصادات كبرى ووسطى لرقم صفر، او انهيارات اللي هو توصل بمعدل النمو اللي ما هو اقل من الصفر. بقى مصر في وقت الكورونا بهذه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قدروا يحققوا معدل نمو 3.6 معدل سنوي، معدل سنوي مش معدل ربع سنوي، لأنه في بعض الحالات كان محققين حوالي 5.4. المعدل السنوي كان 3.6، فكانت مصر واحدة تقريبا من ضمن 7 أو 8 اقتصادات في العالم اللي قدروا يكملوا في معدلات نمو. إذن هذا يحسب للحكومة في ظل أي ملاحظة، أي نقد، أي اختلاف،
مش دي المسألة، بس الواقع الملموس، الحقائق والأرقام بتقول كده. هذه الحكومة هي في ظل الكورونا، وبعدين بعد الكورونا في مرحلة في النص الناس ساعات بتنساها، هي مسألة ما بعد الكورونا، ودي كانت أزمة كبرى. خلي بالك أنه في العالم كان في مصانع كتير جدا، ومنها المصانع مثلا بتاعة الرقائق الذكية غيرت النشاط بتاعها، أو بالأدق غيرت من شكل إنتاجيتها على خطوط الإنتاج، فبدل ما تشتغل على تصنيع العربيات، لأنه مصانع العربيات في مصانع كتير جدا قفلت أو بالأدق توقفت ولو بشكل مؤقت، قال لك يبقى أنا هغير أشغل على الرقائق المتعلقة بالمحمول بس. فمرحلة العودة مرة تانية من بعد الكورونا حتى تذهب إلى مرحلة اقتصاد طبيعي في العالم كانت مرحلة أيضا شديدة الصعوبة، وبرضو قدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إنها تكمل، بل أقدر أقولك بل تعبر، مش بس تكمل. نخلص من ده كده تروح قايمة الحرب، لو تفتكر كان في فبراير سنة 2022، أظن كان 24 فبراير 2024، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهنا حصلت أزمة كبرى متعلقة بسلاسل الإمداد في الدنيا، وبالنسبة لنا احنا بقى أزمة كبرى، احنا بنستورد حاجات كتير جدا من أوروبا، فمش عارفين هنعمل ايه، الحاجة هتيجي ازاي، المراكب هتيجي ازاي إلى آخره، بنستورد القمح، بنستورد الذرة، بنستورد زيوت، حدوتة طبعا، ده غير صادراتنا في نفس الوقت. يبقى في اطار انه صادراتك في ظل ازمه زي ازمه الحرب، وارداتك كمان بتتوقف او بتيجي بالقطاره، وقدرت برضو حكومه الدكتور مصطفى مدبولي، هذا حق وواقع، تحبه ما تحبوش، الحقيقه ما اقدرش ازيد عليك ولا اتزيد في الكلام، دي مشكلتك وحقك، تتفق تختلف ماشي، تيجي تقول لي كان ممكن يعملوا حاجة أحسن من كده، أقول لك والله وجهة نظرك وحقك تشرحها وتقول، ولهذا السبب كان في حاجة زي الحوار الوطني موجود والناس بتتكلم وتقول كان والله ممكن نعمل كده، كان ممكن ما نعملش كده، كان ممكن الأداء ده يبقى أفضل، كل ده رائع وما فيش فيه أي مشكلة دائما يعني. بس قدرت نفس ذات الحكومة اللي عبرت بينا الكورونا وما بعد الكورونا دخولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية برضو أنها تكمل بمعدلات نمو. هل تباطأ معدل النمو ده مما لا شك فيه؟ هو أنت عايز معدل النمو في أمريكا وفي أوروبا في الصين يتباطأ وأنا ما تباطأش إزاي؟ في النهاية الاقتصاد مرتبط ببعضه البعض في العالم، ده فيه صادر فيه وارد، وقفت. طيب فكملنا. وانا بكلمك على كل ده لك ان تتذكر جيدا انه حزم الحماية الاجتماعية كانت بتتزايد، مش متوقفة يعني، ما هياش واقفة مكانها زي ما قلت لك ستاجننت، واقفة كده، الحزم كانت بتتحرك طول الوقت ايجابيا، بتزيد حزم الرعاية الاجتماعية، سواء اذا كان بقى ما هو متعلق بالتأمين الصحي الشامل فقاعدين بنشتغل عليه اكتر، والله فيما يتعلق بمثلا حاجة زي تكافل وكرامة، انا بقول لك على حاجات في السريع علشان تبقى طول الوقت انت متذكر ما يحدث، وصولا الى انه يعلن التشكيل الجديد، واللي اتمنى ان هو يبقى تشكيل اقوى كمان من التشكيل اللي كان موجود واللي اصبح الان تسيير اعمال. لكن اللي بقوله لك انه حزمه الرعايه الاجتماعيه، حاجه زي تكافل الكرامه زادت، حاجه زي الحد الادنى للاجور زاد، حاجه زي المعاشات زادت، حاجه زي رواتب القطاع الخاص زادت، حاجه زي معدلات الاعفاء الضريبي، يعني اوعيه الاعفاء، الاعفاء هي بقى مش الضريبه اللي زادت، اوعيه الاعفاء هي اللي زادت. فانا طول الوقت في ظل وجود هذه الأزمات الاقتصادية، كورونا ما بعد كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، أنا شغال في مظلة حماية اجتماعية واسعة، بل بالعكس ده بتتزايد، جزء منها بيتزايد بسبب تزايد السكان، فطبعا التكلفة بتزيد، من ناحية تانية جزء منها بيزيد، حتى لو أنا افترضت جدلا وهو أمر لم يحدث الحقيقة، أنه عدد السكان هو هو، فأنا كنت قاعد طول الوقت بزود في المرتبات والمعاشات، والمعاشات اللي زي تكافل وكرامة، إلخ 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 إلخ، كل ده كان بيحصل. طيب تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية تهدأ فتندلع أو يبدأ العدوان على قطاع غزة، وتبقى أنت شايف اللي بيحصل، أنه ده بيحصل مشكلة في البحر الأحمر، مشكلة البحر الأحمر تؤدي إلى أنه عدد المراكب اللي بتعدي من قناة السويس تبدأ تقل، فنبقى كمان متضرر من وراء هذه الحرب اقتصادية.
إلى آخره، بالتأكيد أتضرر سياحيا من وراء كل اللي بيجرى. ورغم كده فضلت الحكومة عندها مرونة كافية وقدرة كافية إنها تعدي بيك لبر الأمان إذا صح التعبير. مش عايز أطول عليك، بس عايز أسمع أيضا وجهة نظر كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أهلا بيك يا أستاذ أكرم. أهلا أهلا يوسف. عامل إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كيف يرى الأستاذ أكرم القصاص وهو رجل دائما يحمل يعني نظرة فاحصة ونقدية ذات في نفس ذات اللحظة، ما بين الحكومة لو صح تعبير السابقة وتطلعاتك للتشكيل الجديد للحكومة؟ طبعا يعني خلينا نقول إنه كل حكومة بتيجي الناس بيبقى ليها تطلعات ومطالب معينة، يعني في اتجاه عام كده بإنه الناس بتتكلم انه الرئيس والانتخابات ودايما الرئيس هو اللي بيشيل المسؤوليه الرئيسيه في المواجهات في المعلومات في التوجيهات في غيره. لكن كمان يعني في جزء مهم جدا انا بتفق معاك جدا فيه، ان انت بتقول على حكومه الدكتور مدبول ان هي تحملت بالفعل يعني مرحله صعبه. اولا الاصلاح الاقتصادي في أوله طبعا تحملته حكومة الدكتور شريف إسماعيل الله يرحمه، وتحملته الحياة بشجاعة، وكان دكتور شريف عنده ميزات مهمة، كان بيتفاعل برضو مع الجمهور وكان يبقى حريص جدا أنه يقدم ويشرح ويتفاهم مع الإعلام ويقدم دايما معلومات، أو كان يعمل أعداد كتيرة مع الإعلام، فدي برضو كانت مهمة جدا في فترة صعبة. لكن الدكتور مدبولي برضو الحقيقة حقق حاجات كتيرة، حكومته حققت حاجات كتيرة، أو الدولة المصرية عموما برضو بشكل عام، لأنه جه في فترة كان لسه الإرهاب برضو مستمر، بتكلم في 2018 كان في تحديات مختلفة، جت كورونا 2020 لحد 22 قفلت العالم كله وانعكاساتها كانت صعبة، برغم أنه يعني خلينا نقول أنه إدارة أزمة كورونا بقيادة الرئيس في الأساس الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة من البداية خالص تعامل بأولا بسبق الأزمات دي بأنه كان يعني الدولة عاملة حسابها في موضوع الزراعة في موضوع القمح في الاحتياطيات، تطويل مدة الاحتياطيات دي خدمتنا كتير. يمكن احنا الناس بصراحة ما حسيتش بقفزات أسعار أو انعكاسات، عشان كده برضو ده لو قارناه باللي بعد كده نقدر نتفاهم أنه الموضوع مش رفع أسعار كده يعني ان احنا عاوزين نصحى الصبح نرفع اسعار، انه في اقتصاد عالمي وفي انعكاسات اسعار الطاقه واسعار الغذاء تضاعفت 4 أو 5 أو 6 أو 10 مرات اسعار الطاقه اللي قفزت. فبرضه كانت الحكومه سنتين كورونا ثم الحرب الاوكرانيه ثم حرب على غزه، الدوله المصريه كلها بمؤسساتها يعني مصر كلها بمؤسساتها، صحيح الرئيس كان موجود وطول الوقت بيوجه وكان سابق في افكار زي الزراعه وان احنا لازم نتوسع وبنبذل جهد ضخم واموال كبيره جدا في استصلاح ملايين مئات الالاف من الافدنه يعني باستخدام طرق حديثه جدا في الزراعه، برضه مهم. لكن نقول حكومه الدكتور مدبولي برضه تحملت في البنيه الاساسيه في فكره مدن الجيل الرابع، ودي فكره جيده مع امتزاجا بسياسه الرئيس برضه، لانه موضوع الاسكان ده دقيق جدا، انه الدولة كانت بتتعامل مع العشوائيات وتزيلها وبتخلق مجتمعات في اماكن مختلفة، وفي نفس الوقت تعمل مدن، المدن دي احنا مش عايزين لا العشوائيات ترجع، في نفس الوقت الرئيس طرح مبادرة مهمة جدا اللي هو قال لك اللي عاوز شقة ياخدها بحسب امكاناته، يعني اما على فترات طويلة اما اقساط قليلة اما دعم اجتماعي، انه الدولة بتتحمل ده، وده ما كانش موجود في عصور كثيرة كانت سايبه سوق العقارات كده، وده مهم قوي انه يبقى في المرحله الجايه. احنا بنتكلم على شايفين الناس عايزه ايه في المرحله الجايه، قضيه الاسكان الحقيقه وضبط السوق العقاري وانه يبقى فيه الاسكان المناسب لكل الفئات وكل الطبقه الوسطى، بالذات الطبقه الوسطى بتدرجاتها اللي هو صغار الموظفين او حتى الشباب اللي لسه بيبدا حياته، كله لازم يبقى عنده حق في المدن الجديده اللي هي جيل رابع حديثه، ما عادش بقى شغل ان انا شارع 3 متر ويبقى فيه ابراج وكده. ففي جزء مهم قضيه الاسكان مهمه جدا، قضيه الاقتصاد فكره انه لو رجعنا للرئيس عبد الفتاح السيسي لما خاطب امام مجلس النواب بعد القسم كان حريص على انه يقول انه في قطاعات
ستكون الأولى بالرعاية، اللي هي الصناعة والمعلومات والسياحة والزراعة، إن إحنا هنبذل جهد أكتر والاتصالات وغيرها، بحيث إن إحنا دي تبقى بتضيف لفرص العمل وللناتج القومي للاستثمارات. كلام على استثمارات أجنبية برضو يذكر للدولة في هذه المرحلة أو الحكومة، اللي هو جذب استثمارات خارجية في رأس الحكمة أو في غيره، نجحت بأنها توازن أزمة كانت كبيرة وانعكاسات أزمة كبيرة طبعا في قارة السويس، زي ما أنت أشرت في تداعيات أسعار الغذاء والأزمة اللي كان فيه كتير جدا من التوقعات السلبية اللي كانت بتستهدف الحقيقة نفسية المصريين وغيره. يعني في جزء مهم قوي دايما الرئيس يتحدث عنه، ودي أنا معاه، نختلف ونتفق ونتوافق ونروح ونيجي ونتكلم، لكن نفضل إيه حاجة واحدة، ونفضل مدركين تماما ان احنا في منطقة خطرة جدا، منطقة شديدة الصعوبة، ومع ذلك الدولة بتتحرك، وانها اتأخرت الحكومة شوية او مجلس المحافظين، لكن استمرينا انه في دولة مؤسسات الدنيا بتشتغل. مصر فيها مؤسسات بتدير السياسة الخارجية، بتدير الامن القومي، بتدير المعلومات، بتدير بشكل مستمر 24 ساعة، وفي نفس الوقت بتلتفت للداخل، بتبقى مهتمة بالجزء المهم قوي اذا احنا بنتكلم على مطالب الناس وما هو مطلوب، فكره الشفافيه وفكره المصارحه وفكره ان يبقى في اتاحه معلومات، وجزء مهم قوي من اللي الرئيس الحقيقه وجه اليه، وجزء مهم بصراحه يذكر للحكومه انها تعاملت بايجابيه مع مخرجات الحوار الوطني. صحيح. في الداخل بالذات التوصيات الجزء الاول اللي صدر، حكومه عملت لجنه مشتركه بدأت تنفذ، ووعد الدكتور مدبولي بأنه ينفذ في جزء من المطالب برضو مرتبط بالحوار الوطني. يمكن وصل الحال أنه بيتكلموا في الأمن القومي وفي التحديات وفي غزة، وأنه الحوار الوطني أبرى أعلى مطالب في بعض حريات الناس اللي لها مواقف مختلفة فيما يتعلق في تحديات الأمن القومي وغيره، وأن احنا نتعامل معهم كأبنائنا وغيره. والحقيقة أنه في سوابق مهمة جدا، مئات من الناس اللي هم دخلوا سواء بقرارات من النيابه او غيره من بدايه الحوار الوطني لاطلاق الرئيس، لان الرئيس صادق جدا والدوله صادقه جدا الحقيقه، ووفى بوعود كثيره وقال انه احنا مش ما بنحكمش، ما فيش حد لوحده، احنا عاوزين الناس كلها تبقى موجوده والناس كلها تبقى مشاركه، المشاركه في الحوار الوطني في تيارات سياسيه، تيارات اجتماعيه، اقتصاديين، خبراء. بنتكلم في الامن القومي النهارده ومطالب مهمه قوي، عاوزين نطلع دول، ندخل كده، يبقى في قرارات نيابه وقرارات بسلطه الرئيس، ده جزء مهم قوي. الجزء المهم قوي كمان الحقيقه اللي مطلوب في المرحله الجايه عشان يتناسب الحقيقه، ان سرعه الحكومه تكون متماشيه مع سرعه الرئيس، لانه الرئيس بيمشي بمتواليه هندسيه، ممكن يبقى في اطراف موجوده في الحكومه بتمشي بمتواليه عدديه، فيبقى في فرق سرعات ضخم، معنى انه يبقى في ضبط الاسواق والاسعار، مواجهه البيروقراطيه والاصلاح الاداري اللي هو مستمر الحقيقه، وقطع شوط وزارات التنميه الاداريه وغيره عملت شوط، فكره انه ما يبقاش ما عادش فيه بطاله مقنعه الحقيقه في الحكومه دلوقتي، لكن كمان عاوزين شباب صغير يقدر يتفاعل مع شكاوى الناس ومطالبهم بسرعه، ما يبقاش فيه المبادرات المهمه اللي اطلقها الرئيس في الفيروس سي او في قوائم الانتظار او في التقزم او في الكشف المبكر على السرطان، دول اي وزير صحه او اي حكومه يجب ان تستفيد من هذه التجربه الرئاسيه المهمه جدا في انها تدمجها في اداء وزاره الصحه لحين انجاز. طيب اللي هو الهدف استاذ اكرم، التامين الصحي الشامل مهم، ضبط الاسواق والاداره وغيره مهم، المشاركه الوزراء وموجودين يبقوا مهم جدا انه يبقوا موجودين بشكل كبير. يعني طيب يمكن اعتقد محتاجين برضو نفكر بصوت عالي، على سبيل المثال في التشكيل الجديد، هل يتوقع استاذ اكرم استحداث بعض الوزارات، او انه بعض الوزارات تنضم الى بعضها البعض؟ وهذا امر كان بيحصل قبل كده في سنين كتير، وبيحصل في دول كتير وما الى ذلك. يعني انا ممكن يبقى في تصوري ان اما ان الاوان ان انا يبقى في عندي وزاره للاستثمار بوزير للاستثمار. يعني دي اسئله مهمه الحقيقه، وفكره زي ما انت اشرت فكره الدمج والتوسيع دي حصلت كتير في فترات سابقه، لكن طبعا في اراء في الاداره حتى اراء عالميه، يعني انه بعض الناس مش مع التوسع في عدد ضخم من الوزارات، في دول بتعتمد على 10 او 15 وزاره. مظبوط. مصر طبعا بالتاكيد عندها تفاصيل مهمه جدا
ولا ننسى انه انت بتتكلم احنا دوله رئاسيه في الاساس، في رئاسه، في مؤسسه الرئاسه صحيح. بتدير السلطه التنفيذيه، يعني بتشرف على السلطه التنفيذيه، وفي الحكومه، وبالتالي فاحنا بنتكلم على مؤسسات مهمه جدا في السياسه الخارجيه. عندنا مؤسسات سياسيه ومؤسسات دبلوماسيه، وعندنا الخارجيه، وعندنا مؤسسات مهمه جدا بتدير المعلومات وبتدير الامن القومي وبتدير ده، دول برضو بيقوموا بدور مهم، وفيهم رجال لا نراهم لكنهم قادرين على العمل طول الوقت بالشكل اللي يخلي الدوله المصريه قويه وصامده وبتتعامل بغض النظر بقى عن الكلام اللي بيتقال او كده. في ازمه زي غزه في احترافيه وفي قدره وفي قوه في اداره هذه الملف بشكل يعني عظيم وفي مواجهه تداعياته. فاحنا بنتكلم على بقول انه في ناس مع توسع، في ناس مع الدمج، لكن انا مع فعلا انه يبقى في وزاره للاستثمار مثلا او قضيه الاستثمار، وكمان مش بس وزاره للاستثمار، انه يبقى في التناغم بين الوزارات الاقتصاديه، بمعنى انه النهارده الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحمل على عاتقه طول الوقت طرح الافكار الجديده في الصناعه مثلا، هو اللي بيرعى هذا الملف، وعندنا مبادره زي ابدا وعندنا كذا، لكن في وزاره الصناعه يبقى وزاره الصناعه وزاره الاستثمار والاستثمارات الخارجيه وكذا، ويبقى في خريطه مطروحه، اما خريطه واسعه للمستثمر الاجنبي او الداخلي انه عنده كل محافظه فيها فرص ايه، والنهارده بقى في توزيع اعباء الاستثمار، ما بقتش زي الاول في القاهره او الاسكندريه بس، في النهارده في بني سويف والصعيد واسيوط ومناطق صناعيه، وعندك شبكه طرق جباره، وعندك طاقه، وعندك طاقه شمسيه وغيره، وهيدروجين اخضر وفرص. فيبقى في خارطه لهذا الامر بالتعامل مع الصناعه والاستثمار صحيح. وزارات زي الزراعه، ويبقى عندي مجموعه قادره على بناء خرائط لهذا الاستثمار. في جزء مهم قوي في الوزارات الخدميه، وزي ما دايما بنقول ايه، يبقى الحكومه دي بتشتغل بخلايا القلب، اول اور نان رول، اللي هو كله مع بعض وفي تناغم في تفاهم بشكل كبير 100% يخدم هذا المواطن في النهايه بمطالبه، واستجابة للشكاوى الحكومية بسرعة للمطالب. ده يتطلب توظيف التكنولوجيا، والرئيس النهاردة انت في العاصمة الإدارية او المراكز اللي بيفتتحها الرئيس للمعلومات وكذا، دي بتسهل الإدارة. مفترض دي تبقى عقل، احنا قلنا العاصمة الإدارية دي عقل الإدارة المصرية، بمعنى انه استغل المعلومات، عندي عدد صغير من الشباب بيأدي خدمات كبيرة، استمع للمواطن اللي عاوز قرار على نفقة الدولة ياخده في 24 ساعة ويكون داخل المستشفى، ويبقى في شبكة متصلة بالمستشفيات بوجهه مباشرة، مش محتاج أعمل أختام وأوراق كتيرة وكذا. ده مهم قوي في أي وزير موجود أو حكومة موجودة، لازم يكون عندها شبكة معلومات قوية، ونعبر البيروقراطيات دي، لأن البيروقراطية أحيانا بيبقى في قرارات كبيرة الوزير قادر عليها لكن بيعطلها. ما هي البيروقراطيه طول الوقت يعني متسبب دائما، يعني اي شكل بيروقراطي يتسبب دائما اما في مظاهر فساد واما في مظاهر تعطيل يعني، وبالتالي القضاء على الاشكال البيروقراطيه دي ده شيء مهم جدا، واعتقد انه ده اكيد لازم يبقى من اهم 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 اولويات الحكومه في تشكيلها الجديد. انا بشكرك جدا استاذ اكرم، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. إذن ممكن نفكر مع بعض بصوت عالي، أما أن الأوان فعلا يكون في وزارة للاستثمار بس تشتغل زي ما قال أستاذ أكرم بمنتهى التناغم مع وزارات المجموعة الاقتصادية بل والمجموعات الإنتاجية لو صح التعبير، يعني الزراعة من ناحية، الصناعة من ناحية، التخطيط، التعاون الدولي، المالية. أنا لازم أشتغل، بصوا يا جماعة الحكومة دي عملت بريك ثرو الحقيقة، محدش يقدر ينكره، أو اتنين بريك ثرو. إيه هو؟ واحد، انها قدرت انها تعمل جذب استثماري ضخم، وبالمناسبه الحكومه دي جابت استثمارات غير استثمارات راس الحكمه، الحكومه دي جابت استثمارات من اوروبا شرقا وغربا، ده واحد. اتنين، الحكومه جابت استثمار ضخم زي استثمار راس الحكمه، وعندها خطه شديده الوضوح للمزيد من الاستثمار، سواء اذا كان هناك في المنطقه بتاعه البحر المتوسط او غرب المتوسط في سواحلنا يعني الشماليه، وايضا على الخط بتاع البحر الأحمر، وده لوحده جنة من جنات ربنا على الأرض يعني. طيب، هل الاستثمارات اللي كانت بتفكر فيها الحكومة واللي بتشتغل عليها هي كانت متعلقة فقط بالاستثمار السياحي والعقاري؟ أنا بقول لك لا، بدليل ان انا اصبح في عندي مدينه لصناعه السيارات على سبيل المثال بشتغل عليها، عندي مكان زي طربول مفترض انه ده يتحول لواحد من اهم المراكز الصناعيه، مش بقى في مصر
ده مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب المتوسط إن لم يكن في المتوسط كله على بعضه، هتبقى واحدة من أهم هذه المدن التي تعمل في الصناعة. البريك ثرو الثاني أو الاختراق القوي الثاني اللي قدرت تعمله الحكومة ولا أحد يستطيع إنكاره، ظن الكثيرين مننا أنه لا أمل في مسألة استقرار سعر الدولار والسوق السوداء وطلعت العيال بتاعة الإخوان اللي أكيد دلوقتي قاعدين عمالين يعني إيه شغالين في برامجهم بمنتهى التفاهة والسطحية ويحاول يزرع في مخك مجموعة من الكلام الفاضي. الدولار هيبقى بمية جنيه، الدولار هيبقى مش عارف إيه، إن مصر على شفا الإفلاس. الحكومة دي الحقيقة لم تؤدي على الإطلاق لإفلاس مصر. الحكومة دي الحقيقة أدت إلى معدل نمو مستمر وثابت متزايد وإن كان تزايد بطيء بالمقارنة بطموحاتنا، في فرق ما بين بطيء بالمقارنة بطموحاتنا وقدراتنا أو إنه هو عادي في إطار ما يحدث في العالم. فالحكومة دي وقفت السوق السوداء، وقفت السوق السوداء. خلي بالك انت وصلت لمرحلة انه لم يكن هناك اي سيطرة على سعر الجنيه امام العملات الصعبة، وصلنا في وقت من الاوقات لمدة يومين ونص كان ب 77 جنيه، النهاردة ب 47، يعني نزل 30 جنيه. فقد ايه؟ في 3 شهور. انا معاك ان هما 3 شهور واسبوعين كمان يا عم، بس مش 4 يعني، 4. فانا نزلت 30 جنيه من اصل، لا اقل شويه، 28 جنيه من اصل 75 لحد ال 47 بتاعه النهارده، 47 22 قرش اظن النهارده حاجه كده يعني. ايه اللي انا عايز اقوله؟ الحكومه دي اشتغلت واجتهدت فاصابت في كثير من الامور وقد تكون اخطات في امور اخرى. هل الحكومه بس كده؟ الحقيقه الحكومه دي تحملت نقد شديد. نقد جوه جلسات الحوار الوطني، وبالمناسبة كان نقد الحكومة في الحوار الوطني ينتقدوا من لا مش من المعارضة، ده كانوا بينتقدوا من الموالاة أو المؤيدين أو الأحزاب المؤيدة أكتر ما بينتقدوا من أحزاب المعارضة، وقادة المعارضة في الحوار الوطني يصححوني لو أنا غلطان. ده واحد. اتنين، هذه الحكومة انتقدت على صفحات الجرائد، هذه الحكومة انتقدت في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج لدى الزملاء. تم توجيه المزيد والشديد من النقد، وكانت الحكومة تتقبل النقد بمنتهى رحابة الصدر. بمنتهى رحابة الصدر. ومستعدين طول الوقت ان هم يشرحوا ويتكلموا. أنا أحتاج من الحكومة، أنا كمواطن وأنا ك بشتغل مذيع صحفي تلفزيوني، انا عايز الحكومه الجديده مش بقى هتسير على نفس النهج، لا هي هتسمع النصيحه اللي اتكلم فيها الرئيس من كام يوم. اتكلموا مع الناس، شاركوا الناس، ناقشوا الناس، اطرحوا كل حاجه قدام الناس، ما تخليش الناس طول الوقت نهبا للقيل والقال وكلام المتخلفين والمنحطين اللي موجودين في لندن ولا في غيرها، بصرف النظر. طول ما احنا بنتكلم، طول ما احنا بنعرض، طول ما احنا شفافين، طول ما احنا صرحة، الناس شريكه والناس هتشتغل طول الوقت مع الحكومه، هتفضل تشتغل طول الوقت مع الدوله. التشكيل الجديد انا اعتقد يعني طبقا للي بنقراه وطبقا للاحاديث الدائره من صباحيه ربنا على ما يبدو، تشكيل يبدو طبقا للي بينشر يعني مبشر في احوال كثيره جدا. نحتاج من الحكومه كل الرقابه، مش المزيد من الرقابه، كل الرقابه على الاسواق، كل الرقابه على التجار، كل الرقابه على الصناع، كل الرقابه. واقطعوا بينا شوط سريع وضخم، حلقوا في سماء الصناعة قدر ما استطعتم، حلقوا في سماء الصناعة قدر ما استطعتم. خلينا نروح نشوف تقرير كيف على مدار أعوام ماضية قدرت الحكومة المصرية في أنها تواجه العديد من التحديات الأزمات ووصولا حتى هذه اللحظة. خليكم معنا بعد التقرير والفاصل. تشكيل حكومي جديد يضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة،
خطوة تأتي لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة بعد تجاوز العديد من الأزمات، بداية من أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة والعالم. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. تجديد الثقة في مدبولي جاء بعد تنفيذ معدلات عالية خلال السنوات الماضية في عدد من المشروعات القومية، منها حياة كريمة وتطوير الريف المصري، وصولا إلى مشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات على طريق الجمهورية الجديدة. ملفات مهمة على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة، منها ملف بناء الإنسان المصري ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، على أن تكون فلسفة التغيير القادمة قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير. ست سنين صعبين جدا جدا، من 18 لحد دلوقتي مرينا بحاجات كتير جدا فعلا. يعني جزء اولا يمكن من السنين الاولى كانت الحرب على الارهاب، دخلنا في الكورونا، دخلنا في الحرب الروسية الاوكرانية، دخلنا في العدوان على قطاع غزة، فلسطين. يعني مرينا بحاجات صعبة جدا 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 جدا، ويمكن ده سبب من الاسباب اللي خلى انه في قوة حزبية كثيرة الحقيقة بتسمن المجهودات بتاعت الحكومة المستقيلة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اللي استقالت. وإن كان الدكتور مصطفى مدبولي، وده بالمناسبة حاجة رائعة بالنسبة لي جدا، ده بجد يعني جدا جدا، وأنا بتكلم بمنتهى الأمانة، ولو ما كانش الدكتور مصطفى مدبولي هو اللي هيشكل الحكومة، كنت بالتأكيد بالتأكيد والله العظيم أنا ما بهزر، كنت لازم هكلمه وهشكره بشكل شخصي بعيدا عن البرنامج والهوى والشغل وما إلى ذلك، لأنه هذا الرجل شديد الإخلاص، شديد الأمانة، شديد النشاط. وبالمناسبة هذا الرجل يملك رؤية حقيقية. وبالمناسبة دكتور مصطفى مدبولي واحد من أهم أساتذة التخطيط اللي في الدنيا، بس عشان تبقى عارف ده بجد، يعني واحد من أهم الأساتذة اللي في الدنيا مش اللي في مصر، ده بجد، وبعدين ممكن نبقى نتناقش فيها. يعني فهم شالوا شيلة، وشيلة كانت حملها تقيل جدا جدا، غيرهم ما كانش عليه أي أعباء خالص، ولم يستطع أن يحرك البلد للأمام ولو سنتي واحد، بل بالعكس خدوا البلد وغرقوا بينا. يعني أنا أفتكر كان أيام الإخوان، قل لي كان إيه اللي واقف قدام الإخوان، إيه التحدي الوحيد اللي كان قدام الإخوان؟ لا توجد أي تحديات على الإطلاق، كان عندهم رئيس جمهورية إخوان، رئيس الحكومة إخوان، كل تشكيل الحكومة إخوان، بل إنه ما كانش فيه حتى خناقة سياسة جوه أصلاً، ده كان فيه كثير من القوة السياسية كانت بتعتبر إن الإخوان رفاق الميدان، ودي في حد ذاتها كارثة يعني، لأنها لم تكن حقيقية بحال من الأحوال. ولا تنسى أبداً إن الإخوان كانوا بيسيبوك في المظاهرات ويطلعوا يجروا لما كنت تهتف ضد مبارك، الحقيقة يعني الله يرحم الجميع، كانوا بيسيبوكوا يجروا
اول بس ما انت تهتف يفلق، مظاهرات جامع النور تشهد وغيرها. يعني عارف ذاكره الامه، انا الحاجات دي اصلا ما انساهاش ابدا. يعني فتيجي تقول لي طب كانت ايه التحديات اللي قدام الاخوان؟ ولا حاجه خالص، الدنيا كانت عامله زي سجاده حمراء ميت فل. لا مش بس كده، وحبايب الاخوان وحبايب الانجليز وحبايب الصهاينه واللالي، الصديق الوفي يا لو تفتكروا، يعني فاكرين لما كان بعت الخطاب بتاع الصديق الوفي؟ يلا الله يرحمه برضه، الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى مش بتاعه البشر. المهم فكان عنده الصديق الوفي، وكان عنده الامريكان دعم غير مسبوق، وعنده الانجليز محتضنين ومحتضنين التنظيم الدولي، ولا حد بيقول له تلت التلاته كام. ده مش بس كده، واصحابه بقى مسيطرين يمين وشمال وشمال وجنوب كله. وبالرغم من ذلك اخفق الاخوان في كل شيء مشوا باتجاهه. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان ما تجيش تقول يوسف ايه علاقه الاخوان، اقول لك لا، ده في علاقه كبيره جدا جدا. لما اجي اقارن في كده جمله لطيفه يقول لك خير لك ان تكون اسدا بين الاسود على ان تكون اسدا بين النعاج. واخد بالك؟ احنا من 2014 احنا اسود. احنا كنا متخانقين مع الامريكان وكملنا، اتخانقنا مع الانجليز وكملنا، طبعا مع الصهاينه ومكملين، متخانقين مع كل القوى المتعلقه بالاسلام السياسي اللي كانت بتسيطر على المنطقه للاسف الشديد، للاسف في وقت مر من الدهر والزمن، وكملنا وعملنا وخضنا تحديات وتخطينا معوقات وقدرنا نبني بلد من اول وجديد. عشان بس ايه تبقى فاكر، لهذه الاسباب مجتمعه يجوز ويمكن يكون فيها أزيد منها وأكتر، القوى الحزبية كانت الحقيقة بتثمن على التشكيل، أيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أيضا بتثمن، بل وتهنئ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة، وبيتمنوا لي كل التوفيق والسداد في تحمل المسؤولية واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات مصر، المصريين، الشعب المصري أماله. التنسيقية بتشكر الحكومة السابقة على اللي قدمته خلال الأعوام الماضية، إلا أنها تحملهم المسؤولية في فترات مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا، بالإضافة لتحديات الأمن القومي. لازم نعبر بمصر لبر الأمان، بسفينة الوطن لبر الأمان، زي ما بيقول بيان التنسيقية. معايا على تليفون سيادة النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. كان لازم تنورنا النهاردة يا سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً أهلاً والله أهلاً. سعيد دايما بالمداخلات والمناقشات السعية معاك. أنا بنكشك طبعا، لأنه دايما أقول لك والنبي يا أحمد إحنا عايزينك تبقى موجود معنا النهاردة، تقول لي حاضر وتبقى صاحي من 7 صباحا، وعمرك الحقيقة ما رفضت لنا طلب ولا رفضت لنا دعوة. الحقيقه انا شاكر جدا ليك، والحقيقه الحديث معاك بيبقى حديث سيء وما اقدرش ابدا اتاخر. الله يخليك الله يخليك. سياده النائب احمد مقلد، يعني كيف ترى الحكومه التي تقدمت باستقالتها، ويمكن انت ايضا واحد من النواب الذين طالما توجهوا بنقد شديد للحكومه السابقه، يعني ما بين جنبات مجلس النواب وتحت قبته وحتى في البرامج وما الى ذلك، كيف ترى الاداء بتاع الحكومه اللي سابقه، وكيف تتطلع للحكومه القادمه؟ خليني اقول لحضرتك في كل قضية من القضايا ما كان يستحق النقد وتقديم بدائل قمنا بهذا الأمر، وما يستحق الإشادة قمنا بالإشادة به. الحقيقة مفهومنا لممارسة العمل السياسي قايم بشكل كبير على فكرة النقد البناء والإشادة بما يجب الإشادة به إذا ما وافق رؤية علمية سليمة، وده اللي كنا بنمارسه خلال السنوات، وده اللي هنمارسه خلال ان شاء الله السنوات القادمه، لان ده رؤيتنا للعمل السياسي. الحقيقه النهارده احنا بنهنئ الدكتور مصطفى مدبولي، وده بسبب فهم شديد للواقع المصري
والحقيقة التحديات اللي جبهتها الحكومة وقدرت بشكل كبير إنها تحل العديد من الإشكاليات أثناء الفترة الماضية. الإلمام بدولاب العمل الحكومي وبالتحديات التي تجابهها الدولة الوطنية المصرية في التوقيت الحالي، سواء تحديات اقتصادية، سواء كانت تحديات متعلقة بأمنها القومي، سواء كانت تحديات حتى سياسية، أعتقد أن الدكتور مصطفى مبولي هو الرجل الأنسب لإدارة الدولاب الحكومي لمجابهة تلك التحديات لسببين رئيسيين. السبب الأول الإلمام الشديد بتلك التحديات والإلمام الشديد بدولاب العمل الحكومي على مدار السنوات. والحقيقة احنا مستمرين خلال الفترة القادمة في دعم هذا النهج، وده ما يخليناش نقول اللي لو حدث أمر يستحق الانتقاد أو يستحق تقديم سياسات بديلة احنا مش هنقوم بكده. بالعكس كل أمر هيكون في مقابله تحليل سياسي واقعي، وما يستحق الإشادة سيتم الإشادة به، وما يستحق النقد هيتم النقد مع تقديم بدائل وحلول بديلة ليه. عظيم جدا. أنا بيعجبني بصراحة جدا في عندكم في التنسيقية أنه دايما في عندكم وجهة نظر وبتعرضوها وبتناقشوها وما إلى ذلك، ويمكن عملتوا ده مرارا وتكرارا، يمكن من وقت ما بقى في موجود معانا التنسيقية، من وقت ما ظهر الحوار الوطني إلى آخره. لكن بشأن التشكيل الجديد بالتأكيد أنتم تتناقشون يعني من بدري، مش هقولك حتى من النهاردة، في رؤية للحكومة الجديدة، شكل الحكومة، مش بتكلم هنا على الأسماء، شكل الحكومة، التطلعات بتاعتكم للحكومة. أنا عندي تطلعات متعلقة بالشأن العام المصري وعلى أساسها يتم تشكيل الحكومة. حلو. الحقيقة مفهومنا للشأن العام المصري من خلال إطارين، إطار حالم بالمستقبل، احنا شايفين احنا محتاجين نحقق ايه في رؤية مصر 2030، وإطار آخر متعلق بالتحديات الحالية اللي بتجابهها الدولة الوطنية المصرية على كافة حدودها الاستراتيجية، القضية الفلسطينية، عدم الاستقرار في السودان، عدم الاستقرار في ليبيا، لأن دي تعتبر أمن قومي مباشر للدولة الوطنية المصرية، بالإضافة للتحديات الاقتصادية التي طرأت، وعلى سبيل المثال اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية وصولا للأزمة الروسية الأوكرانية، وصولا للشكل العالمي الجديد الذي يتشكل في التوقيت الحالي خروجا من رحم تلك الأزمات. يبقى احنا قدامنا مسارين في التوقيت الحالي، هو مسار الأول مسار حالم بمستقبل الدولة الوطنية المصرية كيف نتمناها 2030، ومسار يعني في التوقيت الحالي يجب أن نجابهه في التوقيت الحالي متعلق بأزمات عالمية بتطل برأسها في الشأن العام المصري وبتؤثر على الشأن العام المصري. يعني أنا ليا مقولة بقولها للزملاء لينا أصداء القنابل بين روسيا وأوكرانيا إحنا بنشوفها وبنسمعها في ارتفاع السلع الغذائية في التوقيت طبعا. الحالي، وده ملف غاية في الأهمية. فبالتبعية ده المسارين الرئيسيين نبني عليهم فكرة الحكومة. يجب أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة تستوعب المسارين الرئيسيين دول ويقدروا يتعاملوا مع المشاكل الحالية ورؤية مصر 2030 بالجدية اللازمة ومجابهة تلك التحديات بكل ما يفرضه الواقع من سياسات وآليات لازمة للحل. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. التحديات اللي بتواجهها الحكومة اللي جاية أو اللي هتواجهها الحكومة الجاية في حال الإعلان عن التشكيل، تحديات كتير. يعني على سبيل المثال انت لسه لازال قدامك الكثير من التحديات الاقتصادية في ظل العدوان القائم في قطاع غزة، عندك تحديات مما لا شك فيه أمنية وسياسية في ظل عدم استقرار السودان أو ليبيا، عندك تحدي اقتصادي مرتبط طبعا بهذا العدوان ألا وهو وضع البحر الأحمر، خليج عدن، مضيق باب المندب ذهابا إلى قناة السويس بتاعتنا.
هذه اللخبطة في أمن المنطقة لو صح التعبير بالتأكيد بتؤثر على التدفقات السياحية للمنطقة، ويمكن بالتأكيد إحنا من أكبر المتأثرين بذلك. طيب، لازالت الحكومة عندها تحدي ضخم جدا، أنا لازلت مصر عليه، وهفضل أعيد وزيد فيه إلى أنه هذا التحدي نشوف أن الحكومة دخلت فيه سيف يد كده. عارف سيف اليد بتاع زمان وإحنا صغيرين أما كنا نقعد نلعب في المدرسة عايزين نستعرض قوتنا، يقول لك اديله سيف يد على قالب الطوب. أنا عايز سيف يد على قالب طوب اسمه الأسعار. دكتور مصطفى مدبولي اللي قدر يموت السوق السوداء هو والمجموعة الاقتصادية المعاونة ليه. دكتور مصطفى مدبولي اللي قدر هو والمجموعة المعاونة ليه اللي قدروا ان هم يخوضوا مفاوضات شديدة الصعوبة والشراسة امام المنظمات والجهات المانحة زي الصندوق والبنك والاتحاد الاوروبي. انا واثق 100% انه دكتور مصطفى مدبولي يقدر يضرب سيف يد في مسألة جشع التجار وجشع بعض التجار، عشان حد يجي يقول لك مش كل التجار، يعني وان كان هو مش البعض، هو عدد ضخم من التجار جشع وبعض المصنعين. عايز اقول لك بعض المصنعين في اتفه حاجه ممكن تتصورها، كيس بطاطس مقليه اللي بنشتريه جاهز ده بتاع المحلات والبقاله والكلام الفارغ ده، الكيس الصغير جواه تقريبا نفس الكميه بتاعت الكيس الكبير، بس الكيس الكبير منفوخ هواء، ده اسمه غش، لانه بيبيع لك بسعر اعلى. تجيب الكيسين حطهم في طبقين هتلاقي الاثنين قد بعض، يبقى ده جشع لدى مصنع مش بس عند تاجر. احنا محتاجين الحكومه مش بقى تضرب يد بيد من حديد، هو سيف يد تقسم الاسعار نصين. مش بقصد يعني تخفيض 50%، ابقى حالم وابقى غير واقعي، انا بقصد انها تنضبط حتى يستطيع المجتمع المصري الاستفاده الكامله من حزمه الحمايه. عشان اعرف استفيد من حزمه الحمايه انا محتاج ايه؟ الاسعار تنضبط، بس ما اروحش الحي ده اشتري الحاجه بسعر واروح الحي ده اشتري بحاجه بسعر تاني. طب انا بس عايز اضحكك يعني عشان تعرف انا بتكلم في ايه. انا كنت في المنصورة من اسبوعين، توقفت عند جزار انا عارفه في طريق وانا جاي من المنصورة كده في اتجاه القاهرة، انا عارف الجزار ده، تعاملت معاه كتير وعارف اسعاره، وربنا شاهد عليا في طنامل، واهالينا بقى اللي عارفين السكة دي عارفين منطقة طنامل وقرية طنامل. وقفت عنده، ازيك يا استاذ عامل ايه يا حاج اخبارك ايه الكيلو بكام؟ قال لي 250. قلنا له طب 150، قال لنا طب عشان خاطري ب 200 لحمه، يعني انا لو قرصت شويه كنت خدته ب 180. ما قول الجزارين في القاهره واسكندريه والمدن الكبيره؟ واوعى تقول لي اصل انا فاتح محل وعندي عمال، وهو فاتح محل وعنده عمال، اصل انا بدفع ايجار وهو بيدفع ايجار، اصل انا بدفع الضرايب. يا راجل بجد انت بتدفع الضرايب؟ ايه فعلا؟ يعني انت بتورد الضرايب بتاعت محل الجزاره؟ ماشي، واصل هو ما بيدفعش الضرايب، اشمعنى انت يعني شايف ان انت بتدفع وما بيدفعش؟ الفارق السعري اللي هو تقريبا اكتر من الضعف، هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، ده اللي محتاج سيف يد. ودي وصيتي لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، فندم احنا محتاجين جدا 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 من هنا لحد السنة الجاية جدا سيف يد على التجار والمصنعين علشان يهدوا حبة، لا هم يهدوا حبتين. تعال اخدك بقى التقرير عن دار الكتب والوثائق اللي بيحتفل بيوم الارشيف العالمي، ثم فاصل ونرجع نكمل الكلام. احنا
احنا بنحتفل كل سنة في شهر يونيو باليوم العالمي للأرشيف، وده ذكرى إنشاء المجلس الدولي للأرشيف الأيكا. وبالنسبة للتطور التكنولوجي وعلاقته بالأرشيف، علاقة قوية جدا، لأن في أمور كتير جدا تغيرت نتيجة لوجود التكنولوجيا، ومن ضمنها مش بس الوسائل الاتصال السريع ووسائل الاتصال اللي بتخدم مستفيدين، لكن كذلك أمور خاصة بالفنيات داخل الأرشيف. يوم الأرشيف العالمي هو معروف طبعا بيوم 9/6 اللي هو تأسيس الاتحاد الأرشيف الدولي. دار الكتب الوثائق القومية طبعا هي جزء من من ذاكرة مصر، جزء رئيسي من ذاكرة مصر وذاكرة العالم، وبالتالي احتفالنا به النهاردة يعني كان بيتواكب مع هذه المناسبة. وتم عقد يعني ندوة علمية تحدث فيها يعني الأم المؤسسة العلمي للأرشيف في مصر الدكتورة سلوى ميلاد وزملاء عن موضوعات مختلفة، لعل من أهمها الأمن السيبراني والإتاحة وعدم الإتاحة في مسألة الوثائق وترتيبها وتصنيفها من حيث السرية أو الإتاحة. فكرة الأرشيف أو يوم الأرشيف هو جاي بمناسبة أن في مجلس دولي الأرشيف أن دول العالم اجتمعت مع بعض وقالوا أن احنا لازم ننشئ مؤسسة عالمية تكون مهمتها تحط الرولز والقواعد والمعايير وتبقى مهتمية بمجال الأرشيف والوثائق. ويوم إنشاؤه هو بقى اليوم الخاص بالاحتفال بالأرشيف. كل التراث الأرشيفي العالمي لو جمع مع بعض بيكمل لنا الأرشيف بتاع ذاكرة العالم. يعني موضوع اليونسكو ذاكرة العالم هو فكرته إيه؟ هو بيجمع كل الوثائق وكل التراث سواء المادي أو الغير مادي بيوثق العالم، فده بيساعدنا أن احنا نكتشف ما حدث في الماضي وممكن نتعلم من خبراتهم، بل لو احنا بصينا في التاريخ هنلاقي فيه تكرار للماضي، فبالتالي ده بيدينا حاجات كتيرة وبنكتشف حاجات كتيرة. زي النهاردة برضو ما تناولنا بعض النقاط الموجودة في الأرشيف، أن التطور لا ينفصل بأي مرحلة من المراحل عن الأرشيف. زمان في بداية النشأة بالنسبة لدار الوثائق كان مجرد عمليات الجمع، وبتطور الأمر شوية بقت عمليات الجمع وعمليات الإتاحة لدراسة التاريخ. مع تطور الأمر شوية بقى فيه عندنا مجموعة من الأيتمز الجديدة اللي فرضتها التكنولوجيا الحديثة بنبتدي نشتغل فيها. فمثلا تكنولوجيا بتخش عندنا في المسح الرقمي بالنسبة للوثائق المختلفة الموجودة عشان نعمل حاجة اسمها الإتاحة الرقمية بالنسبة للباحثين الموجودين بدار الوثائق القومية، بمعنى التداول المادي للوثيقة لم يعد موجود، لأن أنا محتاجة أن أنا أحافظ عليها، محتاجة أن أنا يعني أحضر لها الظروف المختلفة بالنسبة لحفاظ درجات حرارة ورطوبة وعدم وجود هاندلينج أو تداول بصفة عامة. لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهلا بيك يا دكتور فخري. أهلا بيك معالي النائب. يا رب يخلي حضرتك الإعلام القدير واحترام للسادة المشاهدين، وكل تحياتنا واحترامنا لشخصكم الكريم يا دكتور. ويمكن محتاجين نسمع من دكتور فخري الفقي عن يمكن تقييمه لأداء الحكومة السابقة وتوقعاته أو تطلعاته للحكومة القادمة وأبرز تحديات الحكومة اللي جاية إيه.
يعني عاوز اقول لسيادتك انه يعني حكومه الدكتور مصطفى مدبولي يعني في الست سنوات الماضيه حتى اليوم حقيقه يعني ادت اداء وقابلت بلاء يعني حسنا، وبذلت جهود يعني كبيره جدا في الفتره اللي فاتت. وفي السنتين الاول في اول سنتين كانت الامور مستقره والاقتصاد حقق فيها معدلات نمو كبيره، في هو طبعا بدا من سنه 18 ولحد يعني فيروس كورونا كان في مارس سنه 20، يعني سنتين الاولين كان الاقتصاد يسير يعني سيرا يعني كما هو متوقع، وكل المؤشرات كانت يعني في الاتجاه المبشر في هذه. ولكن في الاربع سنين الاخيره اللي هو من بدايه فيروس كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على الاقتصاد المصري، بالاضافه الى ما يعني التوترات والصراعات في يعني الاقاليم المجاوره لينا سواء في السودان او انقسام في ليبيا او الحرب في غزه والتوترات في البحر الاحمر، كل دي ادت الى تعقد المشهد بصفه عامه، وبالتالي الضغوط على مصر كانت في كافة الاتجاهات وكافة الجوانب، سواء كانت جوانب سياسية وجوانب اقتصادية، وأيضا انعكست على البعد الاجتماعي في هذه الحالة وحدوث الغلاء. وطبعا في هذه الحالة كانت حكومة الدكتور مدبولي يعني أعتقد أن هي يعني يعني استطاعت انها يعني تجعل الاقتصاد المصري بقدر الامكان في ظل التداعيات انه يعني يسير يعني كما يعني باقصى ما يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف الصعبه جدا. وعشان كده بقول يعني في خلال الفتره دي يعني كويس اللي احنا قدرنا نوصل ل يعني المؤشرات الاقتصاديه يعني بنعدي موجة الغلاء، ارتفاع أسعار الفايدة وزيادة يعني فوائد الدين والدين كمان في هذه الحالة، كمان معدلات النمو اللي كنا متوقعينها تكون في السنة الحالية اللي احنا تخلص كمان شهر في شهر طبعا يونيو، في هذه الحالة بالطبع انها ادت الى يعني تحقيق ما يمكن أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل هذه التداعيات الصعبة وظروف الصعبة. في المستقبل حكومة الدكتور مدبولي يعني طبعا تجديد الثقة للدكتور مصطفى مدبولي ده طبعا يعني معناها إن في عديد من الملفات والتحديات ما زالت قائمة وتحتاج إلى مايسترو، فهو يعني ال يعني يعتبر المايسترو او القياده اللي هي تحت طبعا يعني في ظل قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه بيجد في الدكتور مدبولي يعني استمرار للفتره القادمه. ولكن هنا بنقول طبعا تشكيل الحكومه القادمه بانه اهم حاجه فيها الملف الاقتصادي وحسن اداره الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى، لأنه عندنا تحديات كبيرة في الفترة اللي جاية اللي هتواجه الحكومة القادمة إن شاء الله. فبنقول أول حاجة اللي هو محاربة استمرار جهود الحكومة القادمة، استمرار محاربتها للغلاء والتضخم، ودي طبعا بنقول مهمة البنك المركزي بالدرجة الأولى. طبعا سخونة الأسعار ما زالت برضو معدلات التضخم والغلاء مرتفعة حسب الإحصائيات، آخر إحصائيات عندنا متاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي، إن معدلات التضخم في شهر أبريل، لسه طبعا شهر مايو لم يعلن إن إحنا لسه في بداية يونيو يعني، وعشان كده بنقول هو في حدود 31%، طبعا هبط من يعني خلال ستة أشهر من 40%، لكن ما زال مرتفع 31%، ما زال برضه مرتفع وبيؤثر على يعني شريحة كبيرة من الطبقات
البسيطة وأيضا الطبقة المتوسطة. عشان كده بقول إنه ده أول تحدي بيقابل الحكومة اللي جاية، ودي مهمة مين بقى يا فندم؟ البنك المركزي، ودي مهمته الأساسية بالإضافة إلى مهام أخرى، لكن مهمته بالدرجة الأولى هو محاربة لجم معدل التضخم واحتوائه، بحيث إنه يوصله. يعني أنا في تصوري الحكومة، البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية في هذه الحالة، إنه سياسة نقدية متشددة برفع سعر الفايدة حقيقة في خلال شهر فبراير ومارس اللي فاتوا ب8%. طبعا ده عشان يقدر يلجم التضخم خلال فترة أقصر فترة ممكنة، لأنه ارتفاع أسعار الفايدة ليه تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي. وعشان كده بنقول إنه البنك المركزي يعني بيستهدف معدل تضخم يكسر حاجز 10% كما كان قبل أزمة روسيا وأوكرانيا في حدود 5-6%. فأعتقد أنه أمامه يعني فترة الحالية إلى أعتقد نهاية سنة 25، يعني قدامنا فترة سنة ونص تقريبا، أنه يتراجع تدريجيا، ولو أنه التضخم يعني يبدو أنه لزج، بنسميه لزج ليه؟ لأنه معقد للغاية، وبالتالي أنه رفع سعر الفايدة يعني رفع يعني متسارع إلا ب8% خلال فترة وجيزة، علشان يعني يلجم التضخم في أقل فترة ممكنة. أتصوري أنه يوصل يكسر حاجز 10% ويبقى في الحدود اللي المواطن يتحمل. طب دكتور فخري، ألا يستلزم ذلك؟ يعني البنك المركزي عنده جهد كبير في مسألة لجم أو كبح جماح التضخم، لكن في النهاية البنك المركزي أيضا زي ما حضرتك برضو ذكرت يحتاج لأنه وزارة المالية تبقى بتساعد معاه لأجل ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل اقتصاد رسمي، وإحنا عندنا نسبة كبيرة موجودة في اقتصادنا وضعها غير رسمي على الإطلاق. وايضا في وزاره التجاره الداخليه، تموين والتجاره الداخليه، هي مساله مراقبه الاسعار ومراقبه الاسواق علشان برضو كبح موجات الغلاء غير المبرره. بص يعني اشكرك على انك يعني النقطه الثانيه بقى، خلال فتره لحد ما يوصل البنك المركزي ويكبح جناح التضخم او يلجمه ويوصله ويكسر حاجز 10% ويعود الى مستويات 5-6%، هياخد 18 شهر اللي هم سنه ونص لنهايه 25. طيب اذا كان لهيب الاسعار هيستمر وبس ايه بينخفض تدريجيا في هذه الحاله، بحيث انه يبقى 5-6% ده بنسميه معدل تضخم او غلاء يعني مقبول او معتدل بيسموه، ده كان موجود قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكان المواطن بيتحمله لانه بياخد علاوه، وبالتالي لما يتخصم منها 5% زياده في الاسعار بيتفيد له حاجه يقدر يعني يحسن بيها مستوى معيشته في هذه الحاله، بالاضافه انه رجل الاعمال اللي بيبيع البضاعه بتاعته برضه يحقق قدر من الارباح يتوسع في اعماله في المستقبل. طب الفتره دي لهيب الاسعار دي مش محتاجه الدكتور يعني وزير المالية ان هو يخفف الاعباء المعيشية للناس دول لحد ما يعني الغلاء والتضخم تنكسر حدته؟ هنا بنقول بقى اللي هو شبكة الحماية الاجتماعية، ودي مهمة، ده بتبان بقى في الايه، في الموازنة العامة للدولة. لو بصينا الموازنة العامة للدولة للسنة اللي جاية اللي هتبدأ في اول يوليو اللي جاية، يعني كمان شهر تقريبا، يعني هنجد انه نمرة واحد انه المرتبات، زياده المرتبات، وطبعا ده في الباب الاول في الموازنه، المرتبات والمعاشات زادت هي الاخرى. نلاحظ انه زياده المرتبات والمعاشات يعني هتستمر، بدات من مارس اللي هو قبل السنه الماليه الجديده ما تبدا باربع اشهر، كنا في رمضان لو فاكر سيادتك. ايوه بالظبط. فيبقى الزيادات دي هتستمر لمدة من مارس لحد نهاية السنة المالية القادمة اللي هتخلص في يونيو سنة 25. إذا خلال فترة اللي هم نقول 16 شهر دول، زيادة المرتبات والمعاشات يعني ودي طبعا مش أول مرة بتزيد فيها المرتبات والمعاشات، ده دي خامس سنة بيحسنوا فيها مستويات المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور كمان، سواء كان في الحكومة دي مقدور عليها،
في القطاع الخاص في المجلس القومي للأجور طبعا وزيرة التخطيط هي اللي بتكون معنية بهذا، ووصلت إلى أنه كمان يبقى الأجور في القطاع الخاص برضو تزيد بمعدلات مع استثناءات لبعض الفئات في هذه الحالة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إذن أيضا كمان بنرفع حد الإعفاء الضريبي، وده يستفيد منه مين؟ صحيح. من طبعا طبعا بدل ما كان 45,000 فأقل ما يدفعش ضرائب خليناها 60,000 في السنة، يعني اللي مرتبه 5,000 فأقل ما يدفعش ضريبة، والزيادة في الحد الإعفاء الضريبي يستفيد منها اللي بيشتغل في الحكومة لأنه بيدفع ضرائب، ويستفيد منها اللي بيشتغل في القطاع الخاص. فده يعني المعاشات برضو الحد الأقصى اللي رفعت بتترفع به وفقا للقانون بتاع المعاشات وضمان التأمينات الاجتماعية، القانون بيقول يزيد المعاشات بإدارة التضخم بما لا يزيد، ده القانون بيقول كده، عن 15%. فهو بيتم رفع المعاشات ب 15%، برفع المعدل طبعا، يعني أقصى حاجة يسمح بها القانون. وعشان كده بنقول انه حتى ده مش اول زياده في المعاشات، ده دي يعني مع زيادات متتاليه لمده من 5 سنين. اذا فالتحدي اللي موجود كبير، يعني ليس سهلا على الاطلاق امام الحكومه المزمع تشكيلها باذن الله. يعني نتمنى ليهم التوفيق الحقيقه، وانا لازلت اقول انه لازم ناخد بالنا جدا من مساله مراقبه الاسعار. انا اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. عايز استاذنكم نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل كي نرحب بضيوفنا الاعزاء في حديث ايضا عن التغيير الوزاري، كاتبنا الصحفي الرائع صديقي وزميلي العزيز استاذ اسلام عفيفي رئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم، ايضا سياده النائب المهندس حسام الخولي، وايضا صديقي العزيز جدا وهو رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ. استنونا. طيب ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. كل الترحيب بضيوفنا الاعزاء سياده النائب حسام الخولي رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، منورنا. أهلا، الاخبار بيه. كله تمام كله. الاستاذ اسلام عفيفي كاتبنا الصحفي الكبير والمحترم ورئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم، منور. نورك يا فندم. الاخبار كله تمام؟ طيب هبدا الاول يمكن باليمين، ودي كانت برضو مفارقه ان احنا لسه واحنا داخلين مع ضيوفنا الكرام، فبيسالوا مين هيقعد يمينك مين هيقعد شمالك، قلت لهم اللي عاوز يقعد يمين يتفضل، واللي حابب يقعد ناحيه اليسار يتفضل. فالمهندس حسام قال لي انا مش عارف لك يمين من شمال، من هنا ولا من هنا. قلت له اقعدوا في اللي يريحكم، انا مش هقدر احكم في الحاله اللي زي كده. هبدا الاول بسياده النائب حسام الخولي، هبدا الاول بتقييمات من حضراتكم، وهي تقييم لاداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في الفترة من 18 لشهر 6/24. مبدئيا شكر واجب ليهم، لأن هم عملوا مجهود قوي جدا، وهنا أستاذ يوسف وأنا بتكلم بقول مجهود بمعنى الوزارة عبارة عن وزير مصري بيجي له تكليف بيقبل التكليف، ومن أول يوم بيقبل فيه التكليف فهو واحد من 7 الصبح لغاية 12 بالليل موجود في شغل بيشوفش أهله. أيا كان في الآخر النتيجة هنرضي على أدائه كسياسيين وكمجتمع ولا لا، فهو عمل مجهود غير عادي خرافي، إدى من وقته إدى من روحه إدى من مادياته، لأن برضو المواطن لازم بعارف الأغلب اللي بيجي وزير بيبقى راجل ناجح طبعا في حياته العملية أيا كان هو فيه، وبالتالي بتبقى حتى الناحية المادية هو بيبقى تكليف مش بصلها كناحية مادية. صحيح. هو بيقل في ناحية مادية. عملوا إيه؟ أول حاجة أقدر أقول هم اتظلموا طبعا، يعني اتظلموا ليه؟ لأن اتحطوا في واقع غريب جدا، مرة واحدة مفاجآت مفارقات غير عادية، لو احنا بنتكلم على 6 سنين طلع منهم 2 كورونا
نطلع منهم سنتين أوكرانيا ونطلع منهم كم شهر كده السودان وسنتين حرب على الإرهاب وليبيا شوية برضو وحبة إرهاب. ودلوقتي القضية الفلسطينية طبعاً اللي كلنا معاها، بس طبعاً مع اللي بيجرى ومع الحوثيين ومع اللي بيجرى في قناة السويس، فأنت قاعد كل يوم عندك حاجة مش بإيدك تماماً. أنا لسه قايلها، المواطن المصري وإحنا بنفكر في روسيا وأوكرانيا إحنا بالنسبة لنا حاجة دولتين بعاد قوي كده، بس ببساطة العالم كله تأثر بس إحنا أكتر المتأثرين. ليه؟ لأن هما الدولتين دول للأسف إحنا كنا أكبر صادراتنا السياحية في البلدين دول، روس أوكران دول الأكبر، وأكبر وارداتنا اللي إحنا بنستورده منهم قمح وذرة وزيوت. فإحنا خدنا في الاستيراد زيادة أسعار غير عادية، العالم كله خدها بس احنا خدنا التوب لان اكبر دولة مستوردة، وخدنا نقص في نمو الدولار اللي جاي من عندك اي عملة صعبة. السياحة ده من حتة واحدة بس، كل العالم اتأثر بيها بس احنا خدناها شوط واحد، ومع الخلل بتحرك التجارة الدولية بأقساط قناة السويس بالتأكيد طبعا. وانت اما انت دخلك وانت قاعد 40% راحوا، انا بتكلم في قناة السويس، انت ما عملتش، انت طورت القناة وما فيش مشكلة، والاقتصاد بيقول لك ده في نمو في التجارة كذا والمراكب هتزيد كذا، بيحصل كده. فالوزارة دي شالت عبء كبير قوي في السنين دي الحقيقة في الحتة دي. ممكن المواطن وانا وحضرتك بننسى شوية، وده وضع طبيعي لأن كلنا اللي بيهمنا إيه في عمل الوزارة في الآخر، عاملة للمواطن إيه، مدياله الخدمة إزاي، الأسعار عاملة إيه، ده اللي بيهمنا كلنا من كل المواطنين. إنما الظروف الكعبلة اللي حصلت دي خلت أقدر أقول إن في حاجات كانت كتير خارج إرادتهم خلتهم يشتغلوا برد الفعل مش بالتخطيط الكامل الحقيقه، يعني برد الفعل هو مضطر يعمل كده. انا مضطر حصل لي كذا في القمح، انا مضطر حصل لي كذا، انا مضطر غزه حصل، انا مضطر السودان حصل كذا، انا مضطر عند ليبيا الحدود حصلت كذا، انا مضطر. الاضطرار ده مع الحكومات ما بقدرش احكم ان الحقيقه، اقدر اقول لك الاداء بقى كان هيبقى مفروض احسن في ايه وايه وايه لو ظروف طبيعيه. أتمنى، ودكتور مصطفى مكمل وهو اللي شال الصعاب، أنا بتكلم الفترة اللي فاتت، كلنا ثقة إن الفترة اللي جاية أكيد أكيد إن شاء الله أحسن من اللي فات، لأن حتى التعويم ياريت. التعويم والخبطات أنا بتكلم القوية خدناها، ياريت. فنتمنى اللي جاي هيبقى أفضل في كده كده. لازم نرجع لإسلام. نتمنى طول الوقت إن اللي جاي يبقى أفضل طبعا. وهنا بعين الصحفي وبعين الرجل الذي يعمل كمان في قلب الصحافة السياسية، شفت الأداء إزاي في إطار زي ما ذكر سيادة النائب حسام الخولي، كانت حكومة مضطرة طول الوقت لاتخاذ إجراءات متعلقة بما يحدث حولنا في العالم، كان لديها فرص ما ولا كان واقف قدامها برضو تحديات كثيرة، مش أقول بقى تحديات ما، فالتقييم هيبقى من الزاوية دي. وهذهب إلى أنا مستني إيه، يعني هضم صوتي لصوت سيادة النائب في مسألة إن هي حكومة مضطرة بالعنوان الصحفي، يعني إذا قلنا العنوان حكومة مضطرة، ما عندهاش خيارات كبيرة، ما عندهاش خيارات لبدائل كتيرة، كان بتعمل بالممكن والمتاح. بنتكلم في ست سنين، ست سنوات صعبة، سنوات صعبة فعلا، في الوقت اللي انت بتبني فيه ملامح جمهورية جديدة بجد، فمفيش مجال لمسكنات، انت عايز تحل حلول جذرية، مش هينفع تعديها، الدولار هيمشي زي ما هو والدعم هيمشي زي ما هو فالبلد هتقوم، بدليل ايه؟ بالعكس، يعني المسار ده لا يؤدي الى نجاح في اي اتجاه اقتصاديا.
لازم تعمل عملية جراحية اقتصادية كانت صعبة بداية من 2016، تحرير سعر الصرف وما تلاه من قرارات اقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وإنه يبقى اقتصاد مفهوم وبالتالي اقتصاد جاذب، بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الأجنبي، لأن الاستثمار الأجنبي يعني لازم يكون في محفزات علشان يدخل البلد، ولازم يكون عنده رؤية واضحة كيف يدار الاقتصاد في مصر، سعر الصرف. اقتصاد مفهوم، حاجة مفهومة واضح يتعامل معاه، حلو وحش قادر يدخل، واضح قادر يدخل السوق يا أستاذ يوسف، وقادر يخرج منه بشكل طبيعي، قادر يحول يعني أموال بشكل قانوني بشكل معلن بشكل كذا، كل الأمور دي فأنت كحكومة الملعب كان ضيق، القماشة كانت صغيرة، التحديات اللي كانت موجودة كانت صعبة، وكلامنا هنا يعني أنا بضم صوت لصوت حضرتك، كلامنا هنا مش تبرير لأداء حكومة أو كذا، لا، أي حد بيعمل في بيئة، أي موظف أي عامل أي إنسان بيشتغل في بيئة، لو البيئة مش مناسبة مش عطاؤه هيبقى الطبيعي أنه يقل في أي مكان في العالم. وبالتالي عشان تخلق بيئة مناسبة للعمل، اتكلم بقى عن البيروقراطية، اتكلم عن تقييم الأداء الحكومي للموظف نفسه إزاي بيتم، وبيتم بشكل قديم اللي هو كله بياخد 97% و98% اللي هو تقرير الكفاءة والامتياز، ومش كده يا فندم، كله شاطر وعظيم ومنتج، طيب فلازم ياخد الحوافز ولازم ياخد كل حاجة. وبالتالي احنا تيجي في الاخر انت ما عندكش اداء حقيقي او معايير حقيقية تقيس بيها اداء الموظف، وبالتالي اداء الوزارة، وبالتالي اداء الحكومة. الاهم اني يعني كنت بلوم على الحكومة في ادائها السابق، في ان كلنا كنا بنتكلم على اداء السيد الرئيس وايقاعه السريع، وان احنا محتاجين حكومه تواكب هذا الاداء، ده التحدي للحكومه اللي جايه. انا اعتقد ان ده في شيء من الاستحاله يا اسلام، ماشي بأمانة، بس يعني لينا مش هزار يعني، لا لينا ان احنا نطمح، لينا يعني حقنا ان احنا يبقى عندنا الطموح ده، هي ان يبقى عندنا انها تقترب من هذه السرعه في اداء الرئيس. تقترب اداء الرئيس كان مفاجئ لمن يعملون في الحكومه على مدار السنوات اللي فاتت طبعا، لكن دلوقتي أصبح الأداء والطريقة وفلسفة الحكم واضحة أمام من سينضم لقيادة هذه السفينة. ما بقتش المسألة، فهو ده من لديه القدرة على ده أهلا وسهلا، من ليس لديه القدرة أعتقد المسألة هتبقى صعبة عليه جدا، هيبقى تحدي كبير جدا، خاصة أن مش بس الإيقاع اللي بقى سريع، لا أنت بقى إنتاجك على الأرض كدولة بمؤسساتها أدائها على الأرض في الايام اللي فاتت، بس احنا مش يعني افتتاحات ما شاء الله، يعني ما شاء الله الحمد لله، شيء مفرح مبهج من هاير اللي هو في مجمع عملاق باستثمارات اجنبيه 135 مليون دولار استثمارات صينيه، الضبعه وزراعه واضافه مساحات زراعيه وصناعات زراعيه، وهو جهاز مستقبل مصر اللي شغال بقوه، ومبادرة ابدأ وتشكى وما حدث فيها من إضافة مساحات جديدة، وعندنا أكبر يعني في موسوعة جينيس أكبر مزرعة تمور في العالم، دي حاجة، فده الأداء وده مستوى الأداء، وده بمتابعة دؤوبة من السيد الرئيس من القيادة السياسية، محتاج حكومة تعمل بهذا الشكل بهذا الأداء بهذه الكفاءة بهذه السرعة، يعني ده طموحي وده اللي اتمناه، ماشي، لان ده اللي هيفرق. لكن انا اقول ان احنا ربما ما كناش محظوظين في الفتره اللي فاتت بسبب كل، لكن اعتقد ان عطينا او مشينا خطوات، محتاجين نكمل بايقاع اسرع وبكفاءه اعلى. طيب انا هستاذن حضراتكم، هطلع فاصل وعايز ارجع بعد الفاصل. قد يبدو العنوان الشهير المطلوب من الوزراء الجداد، انا ضد النوع ده من العناوين، انا مع انه أي وزارات نحتاج فيها للمزيد من العمل وبأي طريقة وفي أنهي اتجاه، يعني احنا هنعمل ايه في المالية وهنعمل ايه في وزارة الاستثمار اللي هي ما هيش موجودة، او بالأدق ما فيش وزير، لكن عندي وزارة قائم بأعمال وزيرها رئيس مجلس الوزراء بنفسه، ده على سبيل المثال. هل انا محتاج اضم بعض الوزارات ولا لا؟
هل محتاجة استحدث وزارة ما؟ طيب شكل التناغم ما بين الوزارات بتاعت المجموعة الاقتصادية تحديدا هتتم ازاي؟ يمكن انا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي وانا يعني ارتدي قبعتين في الحالة زي كده ما بين النائب وما بين المذيع، ودي حاجة صعبة، وكانت القبعة الافضل بالنسبة لي هي المواطن. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. والله مناقشة ولا أقوى من مناقشات البرلمان ومقالات الصحفيين، وما عملنا حتة مناقشة دلوقتي مش هنقول لكم عنها أي حاجة عشان ما نحرقش المفاجآت، لو صحت يعني أنها مفاجآت. كل الترحيب بضيوف الأعزاء سيادة النائب حسام القولي والكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي، وهنا هرجع لسيادة النائب. الوزارات اللي جاية احنا عايزين إيه؟ يعني مش بس مسألة ما هو المطلوب من الوزراء، لأ، أنهي وزارات نحن نحتاج للتركيز عليها وشكل أدائها وشكل زواياها واتجاهاتها؟ أول حاجة هو الوزارات كوزارات عموما كمجلس وزراء هي برضو مسؤولية متكاملة عشان نبقى ومشتركة ومتضمنة. إنما أما نيجي بالراحة كده نقول في حاجة اسمها مجموعة اقتصادية، هل إحنا محتاجين مجموعة اقتصادية فعالة؟ هقول ايه فعالة، دماغها فيها تطور سريع جدا، تعليمها راقي جدا مع العالم. انا بتكلم على العالم. اخر حاجة تناسق بينهم، ومش هيحصل التناسق غير لما الحساب يبقى جماعي، المسؤولية المشتركة ليها حساب مشترك. انا ده رأيي في المجموعة الاقتصادية. هتفسرها واحد واحد مسؤول عن ايه، عمر ما التناسق ده هيبقى 100%، وحقهم برضو، لان انت يوسف لو جيت وزير بكره، لو جيت وزير صناعه اول حاجه هتحاول تعمل ايه؟ 1 2 3 4 هتيجي تتشابك مع وزاره تانية، فالوضع الطبيعي انت ماشي الدنيا لو انت في البلد هتديله هذا الاختصاص، مش مهم هو مع مين. انما اللي انت هتعمله، انا بتكلم اي واحد فينا، لا ده اختصاصي اللي هو وزير الصناعة من أيام إيه، فأنا حاجي أنا اللي فرط فيه وديله. أنا بقول لك بقى، ما احنا دخلنا في القصة، إمتى حل المشكلة دي؟ زي اديت مثل، أما وزير الصناعة عنده مشاكل المصنعين، مفروض بيقعد مع مين؟ مع وزير المالية. ما هو وزير المالية اللي مقرر حاجات معينة، اقعد معاه باني، مش باني صفه، باني حاجه، ان انا اقول له المشاكل بس. فوزير الماليه يقول لي لا، انا لو طبقت ده هتنقص ايراداتي مثلا يعني 3% الشهر الجاي. في فرق ان انا اقول له خلاص، وفي فرق ان انا كافح عشان اقنعه، ومن حقي اقنعه ان لا، الايراد هيزيد عندك بعد كده اكتر من 3%، هيزيد كذا زائد البطاله لان الناس دي هتعين كذا. او اشتغل انا كوزير صناعه بس واقول والله انا عرضت الموضوع، مش في ايدي يا مصنعين، انا عرضته على وزير الماليه وما في. هي دي الحتت اللي اما يبقى عندك في جروب بتحاسب الجروب على نجاحه. الميزه بقى ان احنا دلوقتي، دي مش مجاملة، خطينا واضح. يعني تعالى نتكلم كده، من 3 4 سنين عن القطاع الخاص، كنت هتلاقي ناس تتكلم عن القطاع الخاص وناس تتكلم ضد شوية القطاع الخاص، او مش ضد، يعني قول ما تقول، بس ما فيش حاجة ماشية بجد. دلوقتي التارجت معروف، استثمار خارجي وداخلي، قطاع خاص. مين اللي بيقول؟ رئيس وزراء، مفروض وزراء، انا بتكلم كاملين، والجهاز البيروقراطي اللي تحت الحكومة، ده لازم كله يتكلم نفس القصة، لان الهدف بقى واحد. بقى الموظف الحكومي عارف ان تارجت البلد دلوقتي المطلوب زيادة استثمار، زيادة مصانع، ده التارجت اللي واضح. وثيقة الدولة اتعملت، والدولة قالت هطلع من ايه. الكلام ده برضو قبليه
ما كانش ظاهر، فكنت احنا بنتكلم في كلام. انا عجبني كلمة استاذ اسلام الوضوح، انت اقتصاد ايه؟ اقتصاد مفهوم، يعني قول لي انت مقفول ماشي، انت مفتوح ما انت مفتوح، يعني قول لي نظام عشان حتى المستثمر وهو جاي على فكرة داخلي قبل الخارجي، فالخارجي مش هيجي غير لما يبقى داخلي مرتاح، يبقى فاهم انا اولي واخري ايه. مع العلم ان الدنيا بقت سريعة قوي في العالم، فالتنافس ما بقاش انت بتجذب استثمار، لا هو العالم كله بيحاول يجذب الاستثمار، مش امريكا واوروبا والصين، لا لا لا، كل منطقة جنبك بتحاول تجيب طبعًا اي مستثمر طبعًا باي حاجة. ارجع تاني اقول الحساب يبقى جماعي بمؤشرات جماعية بمؤشرات واضحة لينا كمان، انا بتكلم لينا كسياسيين كبرلمان واضحة، لينا كشعب الناس فاهمة احنا رايحين في الحتة دي، ده التارجت بتاعنا هنتحاسب على كده، ده لازم يحصل. اذا ارجع هنا بقى لاستاذ اسلام عفيفي، انطلاقا من اقتصاد مفهوم، انا بقيت عارف اولي من اخري، فلوس بتخش ازاي بتخرج ازاي، انا بجتذب الاستثمارات الى اخره. وسيادة نائب حسام قال حاجه مهمه جدا، قال لازم طول الوقت تبقى المسؤوليه مشتركه والحساب او المحاسبه مشتركه، بس عشان اعمل دايما لازم ابقى خالق تناغم حقيقي ما بين الوزارات. ما جيش مثلا ساعات بنشوفها في لجان كتير جوه المجلس، تيجي تقول كذا للتخطيط يقول لك لا ما هو اصلا انا قلت للماليه، تقول للماليه يقول لك ما انا كنت رجعت للتخطيط، القصه بتاعت فخاطبتهم فردوا عليا فبعتنا الجواب فراحوا قايلين لي، ما سكتش انا رحت كاتب الجواب مره تانيه ومرجع. في عندي حاله للاسف الشديد لازالت موجوده بتاعت اصلها مش بتاعتي، دي بتاعتهم هم. صح. عايز اقول حاجتين، ان تنجح الحكومه لما يكون عندها اجنده زي ما حضرتك تفضلت وقلت، اجنده جماعيه، يعني يبقى في اجنده عمل لمده معينه هحقق فيها ايه مع الاخذ في الاعتبار التحديات الموجوده، واذا كان في لا قدر الله ظروف استثنائيه تعقني تكون ظروف قهريه، فيتبقى مفهوم ومبرر ليه اتأخر الإنجاز أو تحقيق الأهداف اللي هي إيه اللي حطناها كحكومة. دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة، يعني أنا يعني بندهش شوية من نوعية الأخبار إن وزارة كذا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة كذا. أنا مش عارف يعني ليه، يعني إحنا حكومة قاعدين في مجلس وزراء كل أسبوع قاعدين مع بعض، مش إحنا نفس الحكومة في نفس البلد، مش هي الحكومة، احنا محتاجين بروتوكول رئيس حكومة. هل انا محتاج مع حضرتك بروتوكول عشان نتعاون انا وانت نحل مشاكل كذا او نعمل شغل مع بعض في كذا؟ تعاوننا محدد سلفا بالقانون، يعني ده يعني احنا مسؤوليه زي ما قلنا مسؤوليه تضامنيه، وبالتالي يعني مش لاقي لها مبرر ان نقعد كوزراء مسؤولين نوقع بروتوكولات تعاون. الكلام ده مع دول اخرى، مع حكومات عربيه اجنبيه او قطاع خاص ممكن مفهوم، لكن دي نقطه قد تبدو بسيطه لكن هي بتعكس قد ايه، انا اسف في الكلمه، اني وكان الوزراء في جزر منعزله. هل ده حقيقي؟ هل ما فيش؟ لا بالتاكيد لا، والدليل ان في اجتماعات اسبوعيه لمجلس الوزراء ومحضر ومضابط مجلس الوزراء طبعا، وبيبقى في مساءله من مجلس النواب الشيوخ سؤال بقى يعني وهكذا. ففكرة تغيير الثقافة في الأداء الحكومي مسألة في غاية الأهمية. فكرة أن أنت احنا بنتكلم على حكومة رقمية وتسهيل الإجراءات وتسهيل الإجراءات على المواطن، كيف يمكن أن تحصل الحكومة على رضا المواطن؟ على فكرة لما الرئيس بيطلع بيتكلم الناس بتصدقه والناس بتقتنع والناس بتبقى بتجد في الكلام فيه منطقية وفي صدق، فلما الناس بتفهم ده بتطمئن ان دفه الامور او السفينه ايه ماشيه في اتجاهها، وبيبقى الامور بعد كل ظهور للسيد الرئيس وتستشعرها احنا يعني بنشوف ده كلنا، لا الامور بتكون افضل طبعا، بتكون اهدى، الناس هديت، المواطن بيطمن. كيف يمكن ان يكون هذا النموذج ملهم في ادائنا كحكومه كمسؤولين؟ فكرة التواصل والتواصل القوي، الرئيس طلب كده كتير من الحكومة، مش بس الوزير يا أستاذ يوسف، الوزير
ما هو أصل الوزير مش هنستنسخه 30 مرة علشان ياخد القرارات ويحضر الاجتماعات ويتابع ويراقب ويحط أجندة لا مفيش حاجة اسمها كده. برضو فكرة العمل الجماعي اللي في الحكومة يجب أن تنسحب على داخل الوزارات، تيم أو فريق عمل، فرق عمل مش فريق واحد، فرق عمل، وفرق العمل دي تقدم يعني رؤى وتقدم أفكار. عندنا حاجة كويسة حصلة، احنا الدنيا مش سودة بس عشان الناس تبقى، لا لا خالص، لا احنا بنتكلم في تطوير أدائنا. احنا عندنا مساعدين الوزراء ونوابهم ومساعدين المحافظين ونوابهم، في شباب وفي أكاديمية وطنية التدريب وفي شباب انخرط في العمل الحكومي ده وهو صعب عشان تفهم الآلياته وأدواته واللوائح، ودي دي دي قصة كبيرة جدا. فده احنا بنستثمر في ده، كيف يمكن أن يكون العائد من ورا ده لمصلحة المواطن، وبالتالي يبقى فيه نوع التواصل طول ما هو موجود. مفيش مسؤول على مر تاريخ الحكومات المصرية كان لديه المصداقية ولديه الرؤية إلا وترك بصمته على الشارع والرأي العام. وممكن تعد حضرتك من الوزراء الكثير أكتر مني الأداء التقليدي زي بالظبط لعيب الكورة، الكورة تجيله كده يرجعها كده ملهاش معنى، يا ريته ما بصهالك أخرنا شوية. فأنت مهمتك إزاي تلعب الكورة من خلف الدفاع، إزاي تعمل يعني تمريرة تخلي المهاجم في مواجهة حارس المرمى يجيب جون، دي مهمتنا. مش مهمتنا ان احنا ندي اداء تقليدي، لو اداء تقليدي بلاها يعني ما لهاش معنى. يعني الشيلة تقيلة قوي، واي مسؤول، انا والله اشفق على اي مسؤول في منصب عام او وظيفة عامة، لان انك انت ازاي تحفز العاملين معاك عشان يشتغلوا، وازاي تاخد منهم نتائج في شغلهم وادائهم وكذا، وازاي تقنعهم. حضرتك محتاج كمسؤول انك تقنع صح. الجمهور الداخلي انك كفء لإدارة هذا العمل، بعيدا طبعا يعني اختياره في حد ذاته ده نوع من بنسميه الوثيقة او التأكيد على مهارته او كفاءته، لكن انت محتاج في الداخل، داخل وزارتك، داخل ديوان الحكومة ومع وكلاء الوزارة ومع المسؤولين وكذا، انك انت تملأ هذا المكان، انت لديك رؤية ولديك خطة عمل، وهتستفيد من الناس الموجودة ازاي؟ لو الناس اقتنعت بده هتحارب معركتك. طيب خليني اشكركم جدا 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 لأبعد الحدود. سيادة النائب حسام الخوري نورتنا وشرفتنا بشكل مش متصور، عشان بشوفك كل فين وفين، فانا فرحان جدا شفتك النهارده. اسلام صاحبي فبعرف اشوفه كتير الحمد لله. نورتنا اسلام. شكرا. جدا جدا شكرا. جدا صديقي العزيز اسلام. شكرا. عفيفي رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم. بصوا الحكومة اللي فاتت وان كانت بنفس رئاسة أو تحت رئاسة دكتور مصطفى مدبول، هي الحكومة اللي بذلت جهد كبير جدا لتمهيد الأرض، لزراعة كل أسباب النجاح الممكنة، عدت على كل الأزمات اللي ممكن تخطر على بال المجتمع الإنساني كله، حروب وأوبئة وعدوان وكل حاجة ممكن تيجي على بالك. حكومة تقدر تقول عليها إنها عدت وكأنها كاسحة الألغام. حلو؟ حلو. طيب حلو؟ عجبتك؟ جدا جدا صحفي جدا. طيب الحكومة اللي جاية عندها الاختيار، يا تبقى الحكومة اللي هتجني ثمار ما قامت به الحكومة السابقة، يا تبقى حكومة مش هقولك حلوة ولا وحشة، احنا ما نعرفش مين اللي موجود، كل اللي نعرفه الدكتور مصطفى مدبولي هيشكلها، وان شاء الله هيشكلها حكومة رائعة، بس تاني عندها الاختيار، يا حكومة تجني الثمار لانها جاية لا في كورونا ولا في حرب، طبعا احنا مش متعارفين العالم ممكن يحصل في ايه يعني، بس على الاقل لا في كورونا ولا في حرب في روسيا واوكرانيا ولا في دولار عمال بيقفز قفزات جنونية ولا الحمد لله ما فيش عندنا ارهاب، يعني احنا ميت فل، رقعة زراعية وبتتسع، رقعة صناعية بتتسع، على رأي اسلام الاقتصاد اصبح مفهوم، على رأي سيادة النائب حسام الخولي بقينا عارفين اولنا من اخرنا وتوجهنا لجذب الاستثمارات والقطاع الخاص وتنميته وما الى ذلك. الحكومة اللي جاية عندها فرصة ألماز بتعبير الأبيض وأسود برلانت، فيا تجني الثمار ما تبقى عادي، لو منك ما بقاش عادي. خلصت الحلقة لحد كده، كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10، أما احنا لو كلنا العمر فنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.